الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة من القاضي الشرعي الأول ووزيري الأوقاف والعدل والمفتي العام للجمهورية بحلول شهر رمضان المبارك. الحكومة تقرر تشكيل لجنة لمعالجة الواقع التمويني والاقتصادي والخدمي لمحافظة حلب، والحلقي يعد بمتابعة قافلات الإمداد بنفسه. واصلوا قواتنا يواصلون تقدمهم في الخالدية بحمص وحجيرة بريف دمشق للقضاء على الإرهابيين أعداء الوطن والدين. إن سيادة رئيس الجمهورية المؤقت والموقر قد أصدر إعلانا دستوريا يغطي المرحلة الانتقالية، وقد أعلن معه جدول مواقيت محدد لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري على النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب. الرئاسة المصرية تصدر إعلانا دستوريا، والرئيس المؤقت يعين حازم الببلاوي رئيسا للحكومة والبرادع نائبا للرئيس. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة من القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. جاء فيها: يسعدني أن أرفع لسيادتكم أنه تمت عدة شعبان 30 يوما، لذلك فإن أول شهر رمضان المبارك لعام 1434 هجرية هو يوم الأربعاء الموافق للعاشر من شهر تموز لعام 2013 ميلادية. وأتمنى القاضي المعراوي في برقيته أن يعيد الله هذا الشهر المبارك على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة، وقد تحققت الآمال بالعزة والنصر. كما تلقى الرئيس الأسد برقيات تهنئة بالمناسبة من وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد، ووزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد، والمفتي العام للجمهورية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الدكتور أحمد بدر الدين حسون. أعربوا فيها عن تمنياتهم بأن يعم الأمن والاستقرار ربوع سوريا. وبهذه المناسبة تتابعون كلمة لوزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد بعد نشرتنا مباشرة. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2013 القاضي بإعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها بموجب القانون، وذلك عند إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ ارتكاب المخالفة، علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ التسوية. وللوقوف مشاهدينا على تفاصيل المرسوم التشريعي ينضم إلينا عبر الهاتف السيد مجدي حكمية مدير عام الجمارك. سيد مجدي مرحبا بك. أهلا، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. أهلا ومرحبا، مساء النور. سيد مجدي، بداية، ما أهمية هذا المرسوم التشريعي رقم 45؟ أول شيء بتسمحي لي أوضح بعض الفقرات الهامة اللي بتهم جميع المخالفين لحتى يكونوا بصورة مبسطة عن هذا المرسوم بعد إذنك. نعم. طبعا المرسوم مثل ما تفضلتوا بمقدمتكم أنه المرسوم رقمه 45، وهذه أحد المكرمات الكثيرة للسيد الرئيس، وقلت بالمقدمة أنه تعفى المخالفات الجمركية المنصوص عليها كذا وعديته. هناك نوعين من المخالفات الجمركية. نعم. مخالفات التهريب ومخالفات بحكم التهريب. بحكم التهريب أي عن طريق البيانات الجمركية من تصريح خاطئ أو وزن أو ما شابه ذلك. تتم الملاحقة بشأنها بتنظيم ملفات قضائية تنظر أمام القضاء، وإذا لم تتم المصالحة يتم فرض تدابير احترازية بحقهم، منع سفر وحجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لحسهم على تسوية المخالفة. طبعا
طبعا تضمن المرسوم 45 رخصة بإعفائهم من الغرامات الجمركية على مخالفات التهريب شريطة قيامهم بتسديد الرسوم المترتبة عليهم زيادة فوائدها القانونية، وتسديد غرامة قدرها 10% على أن لا تزيد عن 100,000 ليرة سورية. هذه المادة الأولى من هذا المرسوم. المادة الثانية تضمنت تخفيضا على المخالفات المرتكبة للبيانات الجمركية من وزن وقيمة ونوع وإبراء، بحيث تصبح هذه تخفض هذه الغرامة لحد 10% من الغرامة الأساسية بحيث لا تتجاوز 100,000 ليرة سورية. نعم. شريط تسديد الرسوم الجمركية مع فوائدها أيضا. المهم في المرسوم أن فترة نفاذه محددة ب6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والمأمول نشره صباح غد إن شاء الله. إن هذه الرخصة ليست دائمة، وأنه يشمل فقط المخالفات المحققة قبل صدوره، وشريطة أن لا تكون قد صدرت بشأنها أمام القضاء أحكام مبرمة. ما لم تكن الغرامة المحكوم بها في الأحكام المبرمة لا تتجاوز 10,000، 10,000 تستفيد من هذا المرسوم. هذا المرسوم استهدف في الدرجة الأولى تحصيل ما يتوجب من رسوم جمركية مستحقة لخزينة الدولة مع فوائدها القانونية، علما أن هذه الرسوم هي رسوم متأخرة وقد تشبه الديون شبه الميتة. المادة 3 من هذا المرسوم، إن هذا المرسوم سندا لأحكامه، إن هذه الرسوم سندا لأحكامه تؤول مباشرة مع فوائدها القانونية لحساب الخزينة العامة. طبعا هذا المرسوم استثنى من أحكامه الجرائم الجمركية المتعلقة بالأسلحة والمخدرات والمشتقات النفطية والمواد المدعومة والمشمولة بالمرسوم 42 مثل الأقماح وطحين ومشتقات نفطية. طبعا الأوضاع الراهنة استدعت إصدار هذا المرسوم بهدف أول شيء تحصيل الرسوم المتأخرة، ثاني شيء هم اجتماعي يتمثل في تخفيف العبء المالي عن بعض المخالفين حسني النية ليتمكنوا من تسوية مخالفاتهم ورفع التدابير الاحترازية المفروضة بحقهم، علما أن هذه التعليمات التنفيذية قد صدرت عن السيد وزير المالية متزامنة مع صدور المرسوم، وتضمنت شرحا وافيا للإجراءات الواجب اتخاذها، وبإمكان أي شخص الاطلاع عليها في أي مديرية إقليمية بكل المحافظة أو مراجعة مديرية القضايا في المديرية العامة للجمارك، علما أيضا أن مكاتب وهواتف المدير العام ومعاونيه مفتوحة لتلقي أي استفسار بخصوص هذا المرسوم. نعم. ونتمنى على جميع المخالفين الإسراع للاستفادة من هذا المرسوم، خاصة أن فترة نفاذه لا تتجاوز 6 أشهر. نعم. طيب سيد مجدي، شكرا لهذا التفصيل في شرح المرسوم، ولكن أسألك يعني المرسوم تضمن تسديد الفوائد المترتبة على المخالفة من تاريخ المخالفة حتى تاريخ التسوية، هل هذا برأيكم يشجع المخالفين على تنفيذ المرسوم وبالتالي دفع الرسوم المترتبة حتى ولو كانت عالية جدا؟ الفوائد إذا ما قورنت بالغرامات التي كانت مفروضة على المخالف يعتبر مبلغ زهيد، وأنا واثق أن سيكون إقبال شديد على الإسراع لتسديد هذه المخالفات، لأن الغرامات الجمركية غرامات رادعة، لذلك بتكون مبالغ ضخمة، وهذه فرصة مهمة جدا لكل المخالفين للإسراع إلى الفائدة. نعم. الفائدة مبلغ زهيد لا يتجاوز الفوائد القانونية لا تتجاوز 4% تقريبا. نعم.
طيب سيد مجدي، إدارة الجمارك كيف ستعمل على تنفيذ هذا المرسوم وما مدى حجم المخالفات الجمركية التي يشملها؟ طبعا قبل الإعداد لهذا المشروع المرسوم تم جرد كافة المخالفات الموجودة في كافة المديريات المنظورة أمام القضاء والتي لم يصدر بها أحكام قضائية مبرمة حتى هذه اللحظة. تقريبا 195 ألف قضية جمركية منظورة أمام القضاء باستثناء محافظة الحسكة، أي تقريبا حوالي 200 ألف مخالفة جمركية. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد مجدي الحكمية مدير عام الجمارك، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لهذا الشرح. الحكومة خصصت جلستها الأسبوعية لبحث الواقع المعيشي في ضوء الارتفاع الكبير للأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك. وشكلت الحكومة لجنة لمعالجة الواقع التمويني والاقتصادي والخدمي لمحافظة حلب، فيما توعد رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات حكومية قادمة تقضي بفرض عقوبات قاسية بحق محتكري المواد الأساسية. في جلسة خصصت بمعظمها للواقع المعيشي للمواطنين في ظل الارتفاع المستمر وغير المبرر للأسعار، أكدت الحكومة أن هاجسها اليوم هو الحد من هذا الارتفاع ومحاربة التجار المحتكرين والمتلاعبين بأسعار السلع واتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة بحقهم. رئيس الحكومة دعا إلى استنفار الأجهزة المعنية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد لتوفير مختلف المواد التموينية والاستهلاكية في الأسواق والإسراع في فتح أسواق هال جديدة وتشديد الرقابة التموينية وزيادة عدد المراقبين وتأمين سلل غذائية للمتضررين وتزويد المؤسسات الاستهلاكية بتشكيلة سلعية كبيرة تلبي حاجات المواطن ومدعومة سعريا من قبل الدولة من أجل أن تنعكس أسعارها إيجابا على الأسواق. وقال رئيس الحكومة إنه يجب علينا النهوض بمسؤولياتنا وتطوير أدائنا الإداري والاقتصادي وابتكار الحلول المدروسة وغير المتسرعة لمعالجة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد والتي تفرض علينا العمل والمتابعة على مدار الساعة، مطالبا الوزراء بتنشيط أداء المؤسسات التابعة لهم ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين، لأن طبيعة المرحلة تتطلب وجود أشخاص متابعين ومخلصين وحريصين على مواجهة التحديات التي تواجهها سوريا. وكان لحلب بحث مطول، فأكد الحلقي أن الحكومة تتبع كل ما يجري من أجل تعزيز صمود أهلنا في المحافظات كافة وخاصة في محافظة حلب، مشيرا إلى اجتماعه مع المحافظين قبل يومين والذي تم فيه اقتراح الكثير من الحلول للمعالجة الفورية. ولفت الحلقي إلى أنه تم تجهيز عدد من قوافل الإمداد الغذائي لمحافظة حلب ومختلف المحافظات الأخرى، مشددا على أهمية التنسيق بين الوزراء والمحافظين في المجالات كافة. وشكلت الحكومة لجنة برئاسة وزير الصناعة لمعالجة الواقع التمويني والاقتصادي والخدمي لمحافظة حلب وتأمين الإمدادات الغذائية والصحية والمشتقات النفطية بالتنسيق مع محافظة حلب، وأن تقوم اللجنة بعملها مباشرة بالإضافة إلى أعطائها الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات الفورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة الذي خاطب حلب وأهلها بالقول إن حلب وقلعتها الشامخة ستبقى في قلب سوريا وسنرعاها، فأنتم أهلنا ومعاناتكم هي معاناتنا. وقدم المهندس عمر غلاونجي والدكتور قدري جميل نائبا رئيس الحكومة لشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية عرضا عن الواقع الخدمي والاقتصادي، أشار فيه غلاونجي إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخدمي وإلى جاهزية هذا القطاع للنهوض بواجبه على مدار الساعة، فيما أشار جميل إلى الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لمعالجة الصعوبات في الواقع الاقتصادي، مؤكدا وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية في المستودعات تلبي احتياجات السوق السورية لأشهر، علاوة على توقيع عقود لشراء مواد إضافية ستصل لاحقا.
كما قدم حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور أديب ميالا عرضا لواقع الليرة والإجراءات التي اتخذها مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي للمحافظة على سعر صرف الليرة، مؤكدا وجود حرب إعلامية كاذبة ومضللة ترافق الحرب الاقتصادية الشاملة لاستهداف الاقتصاد الوطني، مطمئنا الحكومة بأن لدى المصرف احتياطي جيد من القطع الأجنبي قادر على الضخ في السوق في الوقت المناسب، ومشيرا إلى استمرارية المصرف بتمويل المستوردات وفق الاحتياجات من المواد الغذائية والمشتقات النفطية. وبالنسبة للاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي والذي جرى فيه انتخاب قيادة قطرية جديدة، تمنى الحلقي أن تعيد القيادة الجديدة الألق لحزب البعث من خلال مراجعة مع الذات لتجاوز سلبيات الماضي والانطلاق بالعمل الحزبي إلى فضاءات أوسع تحقق طموحات المواطنين. وقدمت الحكومة التهنئة للشعب السوري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنية أن يكون هذا الشهر شهر انتصارات لجيشنا وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا. وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندا الشماط تبحث مع مارغو إليس نائبة المفوض العام للأونروا سبل التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في سوريا. ووزارة الشؤون توقع اتفاقية تعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية الفرنسية. في سبيل بحث قضايا اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، التقت الدكتورة كندا الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية مارغو إليس نائبة المفوض العام لوكالة أونروا، حيث تم مناقشة آلية تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين بالتعاون مع الحكومة السورية بهدف إيصال هذه المساعدات لجميع المحتاجين. كان هناك مناقشة دارت حول خطة الاستجابة الإنسانية في النصف الثاني من 2013 مدى إمكانية الدعم الحكومي لإيصال المساعدات إلى كل فلسطيني اضطرته ظروف الأزمة إلى مغادرة أو نزوح من مكان إقامته. نحن اليوم بالنسبة للأزمة نعمل يدا بيد مع وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لضمان وصول المساعدات للاجئين الذين تأثروا بالأحداث الحالية، ولولا تعاون الحكومة لم تتمكن الوكالة من القيام بعملها. كما وقعت الوزارة مع منظمة الإغاثة الإسلامية الفرنسية اتفاقية حول تأمين المساعدات للمهجرين السوريين الذين طالهم الإرهاب داخل سوريا وخارجها في المخيمات. البنود اللي اتفقنا فيها مع معالي الوزيرة هي حول capacity building، حول قضية تنمية القدرات، قضية الأيتام، ونرى يعني ما هي حاجيات في قضية الأيتام، وثم كذلك كل ما هو يعني خلال هذا شهر رمضان الكريم. وتشمل الاتفاقية تقديم 10,000 سلة غذائية خلال شهر رمضان، تكفي كل سلة 15 يوما لكل عائلة مؤلفة من 5 أفراد، إضافة لمساعدات عدة ضمن مجال الإغاثة الإنسانية. وجبهة العمل والإنقاذ الوطني أكدت في بيانها الختامي على ضرورة التحرك على مستوى شعبي واسع للحد من تفاقم الأزمة. وشكلت الجبهة لجانا قانونية واقتصادية واجتماعية لحل ملف الموقوفين والمخطوفين ومعالجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بالتعاون مع الحكومة. بعد انعقاد مؤتمرها التأسيسي الأول ووضع الخطوط العريضة لآلية عملها، جبهة العمل والإنقاذ الوطني تؤكد في بيانها الختامي على ضرورة العمل على المستويين الشعبي والرسمي للحد من التفاقم الحاصل في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سوريا، وذلك من خلال تشكيل 3 لجان تضاف إلى لجنة المتابعة. أولا اللجنة القانونية، ثانيا اللجنة الاقتصادية، ثالثا لجنة التواصل الاجتماعي وهي الأهم بين اللجان، حيث تضم كافة الشخصيات الاجتماعية الفاعلة ومهمتها تفعيل التواصل بين الفرقاء على الأرض في محاولة للوصول إلى الحل. لنسعى إلى إيجاد السبل الحقيقية لإنقاذ وطننا وبلدنا من هذه الهجمة الاستعمارية، هذه الهجمة الكونية على وطننا سوريا الحبيبة.
كما تم التأكيد على ضرورة العمل وبشكل جدي مع الطبقة الوسطى وخاصة الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية للحراك الاقتصادي والاجتماعي. خلصنا حكي بالزمن السابق، هلأ بدنا إجا زمن الجد وإجا زمن الشغل، كل شيء عنده خطة يجي يطرح لنا إياها، نحن منوصله للمكان الحقيقي. ونحن كل إنسان بده يرجع عن غلطه كمان نحن جاهزين إنه نعطيه ضمانات، نعطيه وعود، نعطيه كفالات. مهمتنا إيجاد الحلول لجميع الاقتصاديين اللي بدهم يشتغلوا بسوريا الجديدة المتجددة. تحت شعار سوريا للجميع تقدم الجبهة نفسها كجسر لالتقاء كافة الأطراف والفعاليات المسؤولة والعاملة على إنقاذ سوريا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، داعية الجميع لتقديم اطروحاته للخروج بسوريا متجددة. اللجان الرئيسية في الكونغرس الأمريكي تعيق خطة أوباما وكيري بزيادة تسليح الإرهابيين في سوريا خوفا من وصول هذه الأسلحة إلى جبهة النصرة وجهة تنظيم القاعدة، بعد سماع تفاصيلها من كيري. كيري يصول ويجول في المنطقة تحت حجة سعيه لحل سياسي في سوريا، يطلق وإدارته التصريحات الرنانة بين العواصم واعدا ومتوعدا، واعدا الإرهابيين بمزيد من الأسلحة والتسليح ومتوعدا السوريين بمزيد من القتل والتدمير. السياسة التي تنتهجها إدارة أوباما فيما يخص الأزمة في سوريا يبدو أنها لا تعبر عن المؤسسات الأمريكية ولا عن الشعب الأمريكي، وهذا ما تؤكده تسريبات الأمن القومي الأمريكي التي كشفت أن لجانا رئيسية في الكونغرس جمدت مؤقتا التمويل خوفا من وصولها إلى مرتزقة تنظيم القاعدة، حيث أعربت لجنتا المخابرات في الكونغرس عن عدم رضاهما عن خطة كيري بعد سماع التفاصيل من مبتكرها، كما أعربت عن تحفظات من إدارة أوباما بإرسال المعدات العسكرية لتلك العصابات، حيث أبدى الديمقراطيون والجمهوريون في اللجان قلقهم من أن تصل هذه الأسلحة لجبهة النصرة والتي هي واجهة تنظيم القاعدة في سوريا. وطبقا للقواعد المتابعة في الكونغرس فإن الحكومة الأمريكية لن تتمكن من تسليح الإرهابيين في سوريا في حال اعترضت إحدى لجان المخابرات بالكونغرس على ذلك، ليتضح أن وعود وتصاريح الإدارة الأمريكية بالتسليح أمام المحافل الدولية ما هي إلا رفع لمعنويات أزلامها في سوريا والمنطقة. طبعا هذا الاعتراض ليس حكرا على الكونغرس، وإنما هو رديف للغالبية الشعبية في أمريكا الرافضة للتدخل الأمريكي في سوريا من خلال استطلاعات الرأي التي أجريت حول الموضوع، والتي كان آخرها استطلاعا نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أجرته شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية بالتعاون مع صحيفة نيويورك تايمز، الذي أكد أن 62% من الأمريكيين يرون أن واشنطن لا تقع عليها مسؤولية التدخل في سوريا، وإنما عليها حل المشاكل التي تقع داخل حدود بلادها. إذن وعلى الرغم من كل هذا الرفض الشعبي والمؤسساتي في أمريكا، يتضح أن ديمقراطية أوباما ما هي إلا كلمات مصفوفة يتلفظ بها أمام الشعب ليكسب أصواتهم، وعندما يدير ظهره يطبق المثل القائل دعهم يقولون ما يريدون ودعنا نفعل ما نريد. كوريا الديمقراطية باك أوي تشون أن بلاده ستبقى على موقفها المؤيد لسوريا والمتضامن معها شعبا وجيشا حتى انتهاء الأزمة التي تمر بها، معربا عن ثقة بيونغ يانغ بأن أمريكا وإسرائيل وعملاءهما لن يتمكنوا أبدا من قهر سوريا أو هزيمتها. كما أعرب تشون عن ارتياح القيادة الكورية للانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية المسلحة، مشيدا بصلابة هذا الجيش. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي جدد موقف بلاده الداعية إلى الحل السياسي للأزمة في سوريا عبر الحوار، مستبعدا أي حل عسكري لها.
بروجيردي أكد على ضرورة دعم الدول الأخرى للحوار بين الحكومة السورية والمعارضة بدلا من التدخل في الشأن السوري، مضيفا أنه بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة التي فرضت على سوريا تأكد فشل اللاعبين الخارجيين كالولايات المتحدة وتركيا وقطر والسعودية، ما دفع تلك الدول للتأثير على الساحة السورية سياسيا عبر عقد اجتماعات للمعارضة من أجل حفظ ماء الوجه. مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أكد أن بلاده تملك الدليل على أن المعارضين السوريين استخدموا غاز السارين في 19 من آذار في منطقة خان العسل قرب حلب. وأضافت شوركين في تصريح للصحفيين أن الخبراء الروس جمعوا عينات في موقع الهجوم وسلمت الأدلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون. في أخبارنا الميدانية، يتابع بواسل قواتنا تقدمهم في البلدات المحيطة بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق، ويحكمون سيطرتهم على عدد من كتل الأبنية في حجيرة وسبينة بعد أن قضوا على جميع الإرهابيين المتحصنين داخلها. بسواعد أبطال حماة الديار تم استعادة بلدة الحجيرة من براثن الإرهاب وإعادتها إلى أهلها ليتولوا توظيف شوارعها بسواعدهم التي بنت وهندست هذه المدينة. وأثناء تمشيط المنطقة عثر بواسلنا على عدد من غرف التعذيب وغرف المراقبة التي كانوا يستخدمونها لترقب المدنيين والعسكريين. نحن الآن متواجدين في هذا المكان الذي استخدمه المسلحون كغرفة مراقبة لرصد تحركات الجيش، ولكن كما نلاحظ قواتنا الباسلة قامت بالتعامل معهم. ومن جهة أخرى يتابع أشاوس جيشنا تقدمهم بكل عزيمة وإصرار لتصدير أروع البطولات. لأخبار التلفزيون، ميس عاقل، ريف دمشق. إلى حمص، ففي حي الخالدية يواصل بواسلنا تقدمهم بعد أن بسطوا سيطرتهم على عدة شوارع ومدارس منها مدرسة الأمويين للبنات وصولا إلى مشارف حديقة بن علو، ويشتبكون مع العصابات الإرهابية عند محيط مدرسة عمار بن ياسر. حي الخالدية من أحياء حمص القديمة الذي تسللت إليه العصابات المسلحة واتخذت منه مقرا لإرهابها لتخرب وتدمر أبنيته وتهجر أهله، لكن بواسل الجيش العربي السوري واستجابة لنداء الأهالي تقوم بملاحقة هذه العصابات الإرهابية بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا الحي. نحن بالقرب من حديقة النور بحي الخالدية من الجهة الشرقية. هذه الكتل الجديدة التي سيطرت عليها بواسل الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني، إذا شمال حديقة النور وامتدادا إلى الشمال، هذه الكتل الجديدة التي بسط الجيش العربي السوري سيطرته عليها. أيضا كما نشاهد هذا الشارع أكثم بن صيفي في حي الخالدية أصبح بالكامل تحت سيطرة بواسل الجيش العربي السوري. وصلنا إلى أحد الساحات داخل حي الخالدية، هنا تقريبا في وسط حي الخالدية، وهذه الطرقات كما نشاهد، هذا الطريق يصل إلى حديقة بيت علو، من هنا يتجه هذا الطريق إلى حديقة بيت علو. كما نشاهد العصابات المسلحة قامت بوضع هذه الشوادر في منتصف الطريق لحجب الرؤية ولقيامها بعمليات القنص. نحن عم نقاتل الإرهابيين بالخالدية بقوات الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني، وتمت السيطرة على 10 كتل بالخالدية من مدرسة الأمويين للبنات. تقريبا وصلنا باتجاه حديقة العلو، صرنا مشارف حديقة العلو، وإن شاء الله التقدم مستمر.
هذا هو شارع عمار بن ياسر. طبعا بواسطة الجيش العربية السوري ستقوم باقتحام هذه المنطقة لضرب الإرهابيين ومعاقلهم في هذه الأجزاء من حي الخالدية. إذن اشتباكات تدور بين وحدات الجيش العربية السوري والعناصر الإرهابية عند محيط مدرسة عمار بن ياسر. بواسل الجيش العربية السوري تلاحق الإرهابيين من شارع إلى آخر في أحياء حمص القديمة. لأخبار التلفزيون العربية السوري، معين درغام، حي الخالدية. وفي ريف حمص عثرت قواتنا المسلحة على 4 أنفاق في بساتين كفرعاية، 3 منها بطول 500 متر والنفق الرابع بطول 1500 متر. للوهلة الأولى يحضر إلى أذهاننا عند رؤية هذا المنظر الحياة الريفية الهادئة بكل تفاصيلها، إلا أن المشهد انقلب رأسا على عقب ببصمات إرهابية عكرت صفوها. من سطح الأرض إلى باطنها بدأت الرحلة مع أبطال قواتنا المسلحة الذين أعادوا صفو هذه الأجواء باكتشافهم لـ4 أنفاق كانت جحورا مظلمة للإرهابيين ليبدلوا وجوه إجرامهم المتعددة. خلال التمشيط في مزارع كفرعاية تم اكتشاف 4 أنفاق. النفق الأول بطول 1.5 كيلومتر يحتوي على آلة لسحب المعدات والسلاح ونقل الإمدادات للمسلحين، تم العثور عليها، ومن خلال التقدم تم العثور على 3 أنفاق أخرى بعمق 3 متر متصلات ببعضها البعض، مرتبطة باتجاه طريق جوبر تل تنقيري مندرين. تم العثور على هذه الأنفاق ويوجد فيها بعض العبوات المتفجرة تم سحبها وتفكيكها. للإرهاب 1000 وجه ووجه، وللحياة دروب متعددة يرتسم أحدها بسواعد قواتنا المسلحة الباسلة التي تسطر صفحات من نور للقضاء على الإرهاب في مختلف أنحاء الوطن. وإلى لبنان، حيث ارتفع عدد الجرحى جراء التفجير الإرهابي في بئر العبد بالضاحية الجنوبية في بيروت إلى 53 مصابة. وكانت سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم في موقف للسيارات تابعا لمركز التعاون الإسلامي على أوتوستراد هادي نصر الله. مرة جديدة تعبث الأيادي الآثمة بأمن لبنان واللبنانيين عبر تفجير إرهابي استهدف منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح وإلى أضرار مادية جسيمة في الممتلكات. كنا بالمحال يوم عادي مثل أي يوم، فجأة طلع على الصوت الساعة 11 الصبح تقريبا هر الإزاز، تعورنا، ركضنا لنشوف إذا في ضحايا في شيء. الحمد لله العناية الإلهية عملت شغلة. اوعى اوعى حدا يفكر انه هذا الشيء رح يردعنا عن الخط اللي نحن ماشيين فيه. هذا الشيء زادنا اصرار وزادنا يقين انه الخط اللي نحن ماشيين عليه خط مقاوم صحيح 100%. هذه شغله فتنيه يعني، وان شاء الله نحن بنستنكرها وبنتمناها تصير ترجع تتردد يعني. شخصيات سياسية ووطنية عديدة تفقدت مكان التفجير وأدانت هذا العمل الإرهابي وسط دعوات للكف عن الخطاب التحريضي الذي يعتمده البعض. في عناية إلهية، واضح أنه يمكن قللت كثير من حجم الخسائر، لكن نية الإجرام واضحة، نية الإجرام تستهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والجرحى. من المبكر بعد الحديث عن اتهامات، لكن كل من لا يريد لهذا الوطن استقرار، كل الذين يريدون إدخاله في أتون الفتنة والانقسامات الداخلية هن معنيين ومسؤولين،
وبالدرجة الأولى المستفيد مثل من هذه الأعمال الإجرامية هي إسرائيل وإسرائيل وحدها. المطلوب الآن إسكات جميع أصوات التحريضية التي بنت على ما جرى مع أحمد الأسير لمحاولة الاستثمار فيها سياسيا والتحريض مذهبيا ومحاولة تطويق وإشغال المقاومة. المقاومة لن تدخل في زواريب داخلية وهي منصرفة إلى المعركة الكبرى على مستوى المنطقة. المطلوب الآن من الدولة اللبنانية والمؤسسات والجيش اللبناني أن يأخذ دوره في لبنان وأن يسكت الأصوات التحريضية التي تقوم بتغطية هذا النوع من الأعمال. وكان الجيش اللبناني قد فرض طوقا أمنيا حول مكان الانفجار، وتولت الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق بالاعتداء لكشف ملابساته وتحديد هوية الفاعلين. يقول المراقبون هنا أن هذا تفجير الجبل لا يمكن وضعه إلا في إطار زعزعة استقرار لبنان وإشعال الفتنة، والتي تكون فيها عادة بصمات العدو الإسرائيلي وأدواته واضحة فيها. والمطلوب المزيد من الوحدة والتضامن والتنبه إلى خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة. من بئر العبد في الضاحية الجنوبية، صنع علوي للتلفزيون العربي السوري. في العراق نفذت قيادة عمليات دجلة عمليتين واسعتين ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في الموصل وكركوك، واعتقلت 24 إرهابيا بينهم قيادي في تنظيم القاعدة ومسؤول كتيبة الإمدادات اللوجستية فيه واثنان من معاونيه. وجهت الفرقتان 12 والمشاة 2 في قيادة عمليات دجلة العراقية ضربتين مهمتين لتنظيم القاعدة في محافظتي نينوى وكركوك. فبينما أسفرت عملية استباقية لفرقة المشاة 2 في منطقة الساحل الأيسر في الموصل عن اعتقال 18 إرهابيا والعثور على مخبأ ضم العديد من العبوات الناسفة والقنابل اليدوية وقذائف مدافع نمساوية وأجهزة تفجير، تمكنت الفرقة 12 بعد جهد استخباري من تدمير وكر لكتيبة الإمدادات اللوجستية لتنظيم القاعدة جنوب غرب كركوك واعتقال مسؤول الكتيبة والقيادي في التنظيم الإرهابي أنور محيميد واثنين من مساعديه هما ثائر علي أحمد وعدنان والحسين. وضبطت الفرقة مخبأ كبيرا للمتفجرات ضم 118 كيلوغراما من مادة التي ان تي وفتيل كورتكس سريع الاشتعال الذي يستخدم في صناعة العبوات و212 صاعقا و20 قذيفة هاون و74 جهاز موبايل مسلكا لإدخاله في أي دائرة كهربائية للتفجير، إضافة إلى كميات كبيرة من سائل الأمونيا. القيام بهكذا أعمال لإصطياد القيادات وكذلك إصطياد بعض عناصر الإرهاب هذا عمل ممتاز جدا ويؤدي في الحقيقة إلى استقرار الوضع الأمني. احنا نعرف هجمة شرسة قاعد تضرب المجتمع العراقي، هجمة شرسة كواقع حال مثل الهجمة الشرسة اللي قاعد تضرب شعبنا في سوريا، هجمة تحمل أجندات طائفية أجندات إقليمية. وفيما أحبطت قوة من الشرطة محاولة زرع عبوة ناسفة في شارع فلسطين ببغداد واعتقلت 3 إرهابيين أثناء زرعها، نفذ قيادي فيما يسمى بدولة العراق الإسلامية ومسؤول المشاجب فيها الإعدام بنفسه شنقا في معتقله بمقر الفرقة 12 في كركوك بعد شهر من اعتقاله واعترافه على مخبأ سري يحتوي على نصف طن من مادة السيفور عالية الانفجار. نادي العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد. وإلى تطورات الأوضاع على الساحة المصرية، حيث كلف عدلي منصور الرئيس المؤقت حازم الببلاوي برئاسة الحكومة المصرية ومحمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، في الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات العربية عن تقديم 3 مليارات دولار كمساعدة مالية للدولة المصرية خلال زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى القاهرة. والمظاهرات الشعبية تتواصل في ميدان التحرير تحت شعار الشعب يريد تطهير مصر من الإخوان المنافقين. علق المصريون القناديل في ساحاتهم كما أعتقوا صفحات تاريخهم امتداد ظلام الإخوان إليها. بعد أن أصبح الميدان بيتهم وكلمتهم، قرر المعتصمون في ساحات الميدان مواصلة الاعتصامات حتى تطهير مصر من الإخوان، وقاموا بتشييد فانوس ضخم أمام مجمع التحرير احتفالا بمناسبة حلول شهر رمضان. وفي سياق متصل، شهد ميدان التحرير حالة من الهدوء التام، فيما قامت اللجان الشعبية بإتمام عملية التأمين على مداخل ومخارج الميدان خوفا من عمليات تسلل من قبل أنصار جماعة الإخوان.
وعلى صعيد الحراك السياسي، عين الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الاقتصادي الليبرالي وزير المالية السابق حازم الببلاوي رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي نائبا للرئيس للشؤون الخارجية. ومن جهة ثانية، أوضح الجيش المصري في بيان له أن صدور الإعلان الدستوري يغطي المرحلة الانتقالية فقط، إذ أعلن معه جدول محدد لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري على النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب. وأكد البيان أن القوات المسلحة قادرة على القيام بواجبها ومسؤوليتها ومدركة لمخاطر الظروف التي تمر بها البلاد. القوات المسلحة بدورها تعرف أن الشعب المصري العظيم يثق في جيشه، مطمئنا إلى حسن فهمه لمطالب الشعب وفي القدرة على تحمل المسؤولية، حتى يتمكن الشعب بإرادته الحرة من اختيار طريقه نحو مستقبل مطلوب من الجميع وحيوي بالنسبة لحياتهم وأمنهم وتأكيد مطالبهم، حتى يتحدد مسار المستقبل وتستقر ضماناته. وتؤمن القوات المسلحة أن كافة القوى المخلصة تريد لوطنها أن يخرج من هذه اللحظة الصعبة والمعقدة لكي يستطيع مواجهة الضرورات الملحة التي يتحتم إنجازها في الأيام والأسابيع المقبلة. كما تؤمن القوات المسلحة بأن جماهير الشعب قبلها تطلب من كل العناصر المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية أن تستوعب الضرورات وتقدر عواقبها وتحافظ على السلم العام مهما كان الثمن. وختمت القوات المسلحة المصرية بيانها بأن رئيس الجمهورية المؤقت أصدر إعلانا دستوريا حدد معالم الطريق بشكل واضح، مضيفة أنه ليس لأحد بعد ذلك أن يخرج على إرادة الأمة مهما كانت الحجج، داعيا أن يحمي الله مصر وشعبها. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أن موسكو تدعم أي جهود ترمي إلى وقف العنف والمواجهة في مصر. وفي ختام اللقاء مع نظيره الروماني تيتوس كورلاتيان، قال لافروف إن بلاده تدعم أي جهود ترمي إلى استقرار الوضع ويسمح بإعداد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، موضحا أن العالم العربي يحتاج إلى أن تلعب مصر دور القيادة كأبرز دولة عربية وكزعيم معترف به لجامعة الدول العربية. اعتبر الأزهر الشريف في بيان له أن ما صدر في فتوى يوسف القرضاوي بحق شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هو إمعان في الفتنة وتوزيع لمراسم الإساءات على ربوع الأمة وممثليها ورموزها. وتابع الأزهر أنه لا يصعب على عوام المثقفين ممن اطلعوا على فتوى القرضاوي أن يستقرئوا ما فيها من تعسف في الحكم ومجازفة في النظر، باعتباره خروج الملايين من شعب مصر في 30 يونيو بهذه الصورة التي لم يسبق لها مثيل قلابا عسكريا. وأشار بيان الأزهر إلى أن هذه الفتوى إنما تعكس فقط رأي من يؤيدهم ممن يقاتلون من أجل الحكم والسياسة باسم الدين. إعلام البترودولار وعلى رأسه قناة الجزيرة القطرية يتعرى أمام الرأي العام العربي وتنفضح مشاريعه التي حاول إلباسها لبوس العروبة والقومية. طرد مراسلي الجزيرة القطرية من الساحات والمؤتمرات الصحفية يتوالى في ظل انكشاف الدور التدميري الذي تقوم به وكان آخرها في مصر. تعد قناة الجزيرة القطرية مراسم سقوطها الأخير من أحداث تونس وليبيا إلى مصر عام 2011، ومن ميدان التحرير كان صعودها السريع، ومنه كانت تحاول إقناع الرأي العام بمصداقيتها، فكيف وهي تعادي الميدان اليوم وتحاول الوقيعة بين الشعب والجيش المصري؟
سقوط الإخوان في مصر عرى إخوانية القناة القطرية، فتوالت الاستقالات في صفوفها. وعلى خلفية الأحداث الأخيرة في مصر، تقدم 26 مصريا باستقالتهم من قناة الجزيرة احتجاجا على تغطيتها المنحازة للإخوان، بينما لم يعد وجود كمير قناة الجزيرة محبذا في المؤتمرات الصحفية، وهو ما حصل في المؤتمر الصحفي للجيش المصري لتوضيح حقيقة ما دار في محيط دار الحرس الجمهوري بالقاهرة. فقبل بدايته طالب الصحفيون والإعلاميون الحاضرون بطرد مراسل القناة القطرية من المؤتمر بسبب السياسة التي تنتهجها في نقل الأحداث ومحاولة الوقيعة بين الشعب والجيش، وكانت هتافات الجزيرة برا. الإجراءات المصرية لم تتوقف عند ذلك، فقد أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف بث قناة الجزيرة مباشر وقطع إشارة البث عنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء الترخيص الخاص بها. كما أطلقت حملة من الصحفيين العاملين في القناة الفضائية والصحف المصرية لحذف قناة الجزيرة القطرية من أجهزة الاستقبال التلفزيونية في كافة البيوت بسبب الدور التحريضي الذي تقوم به ضد المواطنين المصريين، حادثة مماثلة تعرض لها مراسل الجزيرة في تونس، حيث طرد من تظاهرة نداء الوطن، وحمل آلاف المشاركين وقتها القناة القطرية مسؤولية دمار الشعوب العربية وانقسام الشعب التونسي ودعم التيارات المتطرفة فيه. وفي احتفالات يوم الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة تضامنا مع سوريا، كان طرد مراسل قناة الجزيرة مدويا، ما يؤكد أن دور قناة الجزيرة القطرية لم يعد مرغوبا حتى في الدول التي قادت فيها ما يسمى بالربيع العربي وبدأت تتعافى منها، وفي ظل انزياح الغمامة التي تريد تعميمها على كل العقول العربية. في تركيا، توافد الآلاف من المتظاهرين إلى حديقة جيزي مهد الانتفاضة التركية بعد إغلاقها من قبل قوات أردوغان لثلاثة أسابيع، بنية إعلان حركة تمرد واسعة في أرجاء البلاد على غرار مصر. وجددت الشرطة اقتحامها الحديقة والاعتداء على المحتجين واعتقال العشرات منهم. شوكة أردوغان كسرت، وتهدم حلمه العثماني مع إعلان القضاء التركي إلغاء مشروع تطوير ساحة تقسيم وترميم ما هدم من حديقة جيزي لفتحه أمام المواطنين بعد الاحتجاجات العارمة ضد أردوغان التي قتل فيها عدد من المواطنين وجرح من جرائها أكثر من 8000. جن جنون أردوغان فأطلق قواته بكثافة تنكل بالمتظاهرين في ساحة تقسيم كي لا يصلوا إلى حديقة جيزي المقرر منها إعلان حركة تمرد التركية على غرار نظيرتها المصرية في جميع أرجاء البلاد، حتى إسقاط أردوغان الإخواني الذي تصفه صور المعارضة كما نرى بطيب بن لادن. هذه حديقة جيزي أغلقت ثلاثة أسابيع، أعادت السلطات افتتاحها لتوهم العالم أن الأمور مستقرة في تركيا، ولم تمضي دقائق قليلة على افتتاح محافظ اسطنبول وواليها حتى تدفق عشرات آلاف المتظاهرين إليها، فسارعت قوات أردوغان لتأمين سلامة المحافظ والوالي للتفرغ بعدها لإرهاب المواطنين اعتداء واعتقالا. وها هي الشرطة تغلق من جديد الحديقة بعد عدوانها الآثم. متظاهرو الحديقة توجهوا إلى ساحة تقسيم لتلقاهم قوات أردوغان الموتورة بكل سبل العنف، ولم يكن حالهم أحسن عند الحديقة، والنتيجة عشرات المصابين والمعتقلين وإغلاق لساحة تقسيم. ومن بين المعتقلين صحفيون وفنانون معروفون كمغنية فرقة عبد العال بورجو سيراك، كما يظهر هذا الفيديو على قناة حريات التركية. هل يا فاشل هل يا ديني هل يا فاشل هل يا ديني
أردوغان يستميت للتمسك بالسلطة عبر القتل والإرهاب، لكن الأتراك حسموا خيارهم ألا مستقبل له في وطنهم. وردا على تدخلات سلطات أردوغان بشؤون الداخلية المصرية وتصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن الوضع في مصر، استدعت الخارجية المصرية السفيرة التركية في القاهرة وأبلغته رفض الخارجية المصرية ومصر بشكل عام لهذه التدخلات ورفضها للتدخل التركي في الشؤون الداخلية المصرية قولا أو فعلا. ننتقل بكم الآن إلى آخر أخبار الاقتصاد مع مروى عرب بعد هذا الفاصل.